ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة رمضان أحمد، طالبة في كلية العلوم جامعة القاهرة قسم الفيزياء الحيوية. موضوعنا النهاردة عن تحديد موضوع البحث العلمي، إزاي أختار موضوع البحث بتاعي؟ هنتكلم عن الفجوة البحثية أو الفجوة العلمية، والخطوات اللي محتاجين نمشيها عشان نحدد موضوع البحث بتاعنا. في البداية محتاجين نعرف مدى أهمية تحديد موضوع البحث في البداية. قبل ما نبدأ خالص في البحث محتاجين نعرف إحنا عاوزين نوصل لإيه، موضوعنا إيه أصلا، وده بيسهل علينا خطوات كلها في البحث بتاعنا بعد كده. طيب هنتكلم عن الفجوة البحثية. من اسمها كده إن هي فجوة، حاجة مفقودة، هي كده بالظبط، هي المشاكل اللي ما لقيناش لها حلول مطروحة، أو الأجزاء اللي ما تمش اكتشافها حتى الآن في الدراسات. طيب بتكون عاملة زي قطعة البازل كده، وبيكون دور الباحث إنه يلاقيها ويحطها في مكانها. طيب إيه بقى الخطوات اللي ممكن نمشيها؟ أول خطوة تحديد مجال البحث العلمي، وهي في فرق كبير ما بين مجال البحث وموضوع البحث. مجال البحث هو بوجه عام كده أنا عايز أدور من أنه ناحية في العلوم كلها، في أنه جانب. كمثال مثلا استخدامات الليزر في المجال الطبي، أكيد الليزر ملوش استخدام واحد، أكيد ليه أكتر من استخدام، لكن أنا هنا حددت بس في أنه في مجال الطبي، فأنا بس مش هيهمني بقى المجال الصناعي أو أي مجال آخر، أنا بس هيكون تركيزي على استخداماته في المجال الطبي، وبكده أكون عملت أول خطوة. تاني خطوة وهي تحديد أفضل مصادر أو مجلات علمية بتنشر في هذا المجال، وطبعا ده بيكون نتيجة يعني مترتب على الخطوة رقم واحد، في أن أنا بعد ما حددت المجال أقدر أعرف أو أبحث إيه أفضل دور نشر أو مجلات بتنشر في هذا المجال أو هذا التخصص. ثالث خطوة بالنسبة لنا وبتكون تحديد الدراسات الأساسية اللي بيبني عليها كل الأفكار والمعلومات في المجال ده، والموضوع ده بيكون متعلق شوية بالسيتيشن، وهي مرجعية البحث، إن هو الباحثين في أبحاثهم المختلفة في المجال ده ذكروا أو إن هم استعانوا بأبحاث كمصدر ليهم، وبنعتبر البحث اللي بيتم ذكره والاستعانة به في أبحاث كتير سيمينال وورك أو بحث موثوق فيه، لأن تم استدلاله بأكتر من بحث آخر، وتم تأكيده والدلالة عليه في أبحاث مختلفة، وبيكون اتخاذه كمصدر شيء مفضل أو محبب لأنه بيكون موثوق جدا فيه. طيب رابع خطوة بالنسبة لنا وهي بقى ان احنا نحدد الكي ووردز او الكلمات المفتاحية اللي هنبحث بيها، بيسهل علينا كتير جدا في البحث، بدل ما نبحث بجمل او مصطلحات كبيرة اننا نبحث بكلمات. الكلمات دي بتكون مشتركة ما بين الابحاث اللي احنا عايزين نشوفها كلها، وبالتالي لو احنا عملنا قائمة فيها الكلمات اللي احنا مفروض نبحث بيها دوت، بيخللنا البحث بتاعنا في كل الحاجات اللي تظهر لنا خاصة بالبحث بتاعنا وفي المجال اللي احنا عايزين نبحث فيه. طب جمعنا كمية كبيرة جدا من الأبحاث وظهرت لنا وحفظنا بيها، هنعمل ايه بقى؟ هنقرأ كل ده؟ لا طبعا، هنقرأ بس اللي احنا محتاجينه. طب هنعرف ازاي اللي احنا محتاجينه عشان نقرأه؟ في البداية هنضطر ان احنا نقرأ كل الابستراكت بتاع كل الأبحاث اللي احنا هنلاقيها، اللي هي طبعا عنوانها بيوضح ان هي في مجالنا. طيب قرينا الابستراكت اللي هي الملخص اللي بيكون في البداية، هنقدر نحدد مبدئيا يعني هل هي مناسبة للموضوع بتاعنا في المجال اللي احنا قصدينه ولا بعيد عنه. طيب الحقيقة انا قابلني مثلا ابستراكت بيقول لي ان الباحث في البحث بتاعه هيتم تجربة طريقة معينة، انا معرفش الطريقة دي لما تم تجربتها هل هي نتائج كانت كويسة ولا لا، ده هيخليني ألجأ ان انا اقرأ الكونكلوجن اللي هو الملخص او المناقشة اللي في الاخر، ده بيكون نتائج البحث باختصار يعني مذكورة فيها، فبالتالي هقدر احدد هل هو وصل لنتيجة انا محتاجاها، هل استعين بيها، هل هتفيدني ولا لا. طبعا احنا ممكن ناخد السورس بتاعنا من ابحاث او كتب ايا كان، المهم تكون موثوق فيها. سادس خطوة معانا وهي ان احنا نعمل قائمة بايه المشاكل اللي واجهتهم في الابحاث السابقة، يعني اي حد اتكلم في المجال ده
ايه المشكلة اللي كانت بتواجهه، ايه الحاجة اللي مقدرش يحلها. ودوت بيخلينا ممكن نستفيد من شغلهم بان هم يكونوا ذاكرين في البحث بتاعهم future research او اقتراحات للعمل ان احنا نعملها، انه مثلا بعد ما جرب طريقة لقى انه ممكن لو كان غير الطريقة واستخدم طريقة تانية كان البحث مثلا بقى افضل والنتائج بقت احسن. وبالتالي هيكون اول حاجة افكر فيها ان انا اجرب الحاجة اللي هو اقترحها، لانه اكيد وهو بيعمل التجربة كان ليه وجهة نظر او ليه ملاحظة معينة خلته يقترح الاقتراح ده. طيب اخر خطوة بقى وكده، انا خلاص عايز احدد بقى، لازم احدد بالظبط انا انهي مشكلة اللي عاوز احلها وبانهي طريقة. اكيد هختار مشكلة لسه ما اتحلتش، ما تكونش مذكورة في ابحاث قبل كده. وفي الخطوة دي انا بحدد انا واقف فين وعايز اروح فين، وكده انا خلاص مسكت في ايدي قطعة البازل اللي كانت مفقودة وانا عايز خلاص احطها في مكانها. كل الخطوات اللي فاتت دي مجرد حاجات مساعدة في ان احنا نختار الموضوع اللي احنا عايزين نغطيه او نتكلم عنه او نقترح فيه. وطبعا لازم نراعي انه ما يكونش حاجة مكررة ابدا او مذكورة قبل كده في اي دراسة او بحث اخر. بعض نصائح او ملحوظات كده اللي ممكن تساعدنا شوية، اول حاجة ان احنا ما نختارش موضوع شائع قوي رغم ان هو هيكون ليه مصادر كتير او حاجات كتير نستعين بيها، الا انه للأسف ممكن يعرضنا لخطر وهو اننا يكون شغلنا كله متعاد. يعني ما نفرحش قوي بان هو ما تتكلمين عنه كتير وموجود فيه ابحاث كتير، لان ده بيزود احتمالية ان يكون شخص اخر قام بالفعل ببحث مشابه للي انا بشتغل عليه. وطبعا ده بيخلينا بنفقد الهدف الاساسي بتاعنا وهو تقديم نتائج فريدة مش مجرد اثبات نظرية معينة وفرضية وخلاص، هي ممكن يكون تم اثباتها بالفعل، وده ممكن يؤدي ان البحث بتاعنا يضيع وسط مئات الدراسات المماثله. لكن الافضل ان احنا نبحث في موضوع تم ذكره في ابحاث ولكن ليس بالشكل الشائع الزائد عن الحد. تاني نصيحه بقى اننا نحاول نختار موضوع قريب مننا. يعني ايه قريب مننا او شبهنا؟ انه يكون في حافز من جوانا ان احنا ندور في الموضوع ده. صحيح مش دايما بيكون متاح لينا اننا نبحث في موضوع شغفنا او شغلنا، لكن بمجرد ما نحدد اهمية وفايدة الموضوع ده وانه قد ايه لما هنوصل لنهاية البحث هنكون فدنا عدد كبير من الناس وهيكون اثرنا فعلا واضفنا للمجال البحثي، ساعتها هنحس باهمية البحث بتاعنا وهيكون ده حافز كبير لينا. طيب رقم 3 بقى اننا نحاول نخلي عندنا دايما خطة تانية، خطة بديلة. لازم نكون يعني على استعداد اننا نلاقي البحث بتاعنا واحنا في نصه انه تم بالفعل من قبل علماء اخرين او تم ذكر حاجة شبيهة بذلك. ولازم يكون عندنا مرونة كافية اننا نفكر فكرة تانية نقدر نتغير بيها، نستفيد من تفاصيل اللي احنا وصلنا لها ونضيف حاجة غير اللي كانت موجودة. وده طبعا بيجي بتوسيع الموضوع، ممكن ندخل في تفاصيل فيه ما تمش ذكرها او نقدم حاجات اضافية فيه، وممكن يكون تطبيق طبعا طرق اخرى لتقديم استنتاجاتنا كانت مفقودة في دراسات اخرى. فده ما يدعوناش ابدا لليأس او الاحباط، بالعكس ده ممكن يكون بداية فكرة جديدة ما كانتش عندنا من البداية. هنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون تغيب عننا ممكن نحاول نلقي الضوء عليها. اول حاجة استراتيجية تحديد الخيارات الموضوع، يعني يكون من الافضل اننا نشوف الموضوع بتاعنا بيتعلق بقضايا ايه اساسية ونحددها من البداية عشان نشوف احنا هنقدر نغطيها في البحث بتاعنا ولا لا. وعلى الرغم ان ممكن يكون صعب في ان احنا نحدد في بداية البحث احنا عايزين نتكلم عن ايه بالتفصيل، الا اننا ممكن نكتب على جنب كده احنا الموضوع دوت بيحتوي على معلومات ايه او الموضوع بتاعنا فيه قضايا ايه اساسية، واثناء العمل بتاعنا هنقدر نحدد انه جزء بالضبط محتاجين نركز عليه او نلقي الضوء عليه بشكل اكبر وبتوسع اكتر.
طيب لو احنا اخترنا موضوع مترتب او مرتبط بمفهوم واسع، فلازم نتأكد ان احنا بنستكشفه من زاوية معينة، يعني مش هنذكر كل الجوانب اللي فيه لان كده الموضوع هيكون كبير جدا، محتاجين يكون في دقة للغاية ويكون مهم في المجال بتاعه. فعلى سبيل المثال، بدل ما اننا نبحث عن تأثير ألعاب الفيديو على سلوك الطفل مجرد نعرف تأثيرها، نحاول نخلي الموضوع أعمق ونعرف دراسة نعمل دراسة عن كيفية إسهامها في تنمية قدرات المعرفية، يعني نحاول نفكر هنقدر نستفيد من المعلومات إزاي، مش مجرد إن احنا نعرف إن في تأثير وخلاص، لا احنا عاوزين نستفيد من هذه المعلومة في إننا نطور من حاجة معينة. وطبعا لازم نذكر ان اي شخص مننا ممكن يبدأ في الموضوع ومش عارف عنه كتير، لكن بالقراية وممكن نوسع معرفتنا ونزود كفاءتنا، وده هيفرق معانا بعد ما نمشي شوية في البحث، ان احنا هنلاحظ ان بقى لينا وجهة نظر، لينا طريقة معينة في البحث، ولينا استنتاجات معينة، وده اللي نقدر ندعمه بالمصادر اللي تدعم اقتراحاتنا او افكارنا. لازم نراعي كويس جدا 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 ان اهم من اننا نلاقي موضوع يجذبنا ان هو يكون مهم يهم المعظم ويكون بيحل مشكلة بالفعل. المصادر بتاعتنا. وفي النهاية بحب اشكركم جدا، شكرا لاستماعكم.